سنتحدث أكثر عن ما يحدث في الأسواق العالمية. ينضم إلينا الآن من دبي المدير التنفيذي لبنك مونتريال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فادي خوري، مرحبا بك وشكرا لحضورك معنا. خليني بلش معك بالليتست، هلأ الأرقام اللي ظهرت للجوبلس كليمز واللي أظهرت بأنه على يبدو أنه هي الأدنى في فترة البانداميك، في فترة الوباء. طبعا هذه الأرقام قد تكون يعني نوعا ما تمهد لأرقام الوظائف غدا، أعطيني رأيك، ما هو المتوقع للاقتصاد الأمريكي وأرقامه؟ مرحبا لما، شكرا على استضافتي معك بالبرنامج. اكيد التركيز كبير بكره على يعني الجوب ريبورت، على تقرير العمل. من ميلي بدنا نشوف قديه يعني الوظائف، قديه الاقتصاد الامريكاني كم وظيفه زاد. من التوقعات هي 700,000 وظيفه، علما انه بشهر ابريل يعني منتحنا كان تصاعد باخر فتره، لانه بشهر ابريل كنا تقريبا ل 250,000 وظيفه، شهر ماي وصلنا لل 550 تقريبا 550,000، والمنتظر انه نوصل ل 700,000 بهذا الشهر. هذا راح يكون مؤشر اساسي للتعافي الاقتصادي، واكيد راح ينعكس بمستوى البطاله كمان اللي عم ينخفض، صار له عده اشهر يعني انخفض من 6.3% ل 6.1% حاليا 5.8%، والتوقعات انه نهار الجمعه يكون هذا الرقم منخفض اكثر. بس الاهم بعد اللي بحب شير في نقطه بحب شير لها مهمه كثير هون، انه المستوى التوظيف يعني والبطاله بالاحرى وعدد الوظائف اللي عم ينزادوا ما بيعطونا فكره كامله بس على الوضع يعني الوظائف بالولايات المتحده، لانه اللي صار هيدي نقطه كثير مهمه، اللي صار بفتره كورونا انه في كثير عالم غادروا القوى العامله، صحيح. يعني سوق العمل ايه وما رجعوا سوق العمل، صح. انت عم تحكي عن البارتيسيبيشن ريت بهي الحاله، صحيح؟ صح 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 100%. سو اللي هو المؤشر المهم كثير اللي بدنا يعني ننتبه له هو معدل المشاركه الفعليه بسوق العمل، الليبر بارتيسيبيشن ريت، لانه هيدي هون في لها كمان انعكاسات رح تكون كمان على اذا ما يعني اذا ما قدروا جذبوا هدول الافراد اللي بعدهم خارج قوة العمل لعده اسباب، هن يعني بعد ما رجعوا لانه في مساعدات جايه من، صحيح، بعدها عم تجي من سياسات التحفيز، في منهم عم بيقولوا ليه بدنا نعرض حالنا للخطر اليوم، علما انه بعد في ناخذ اجور منخفضه جدا، علما انه بعد في يعني ريسك انه نلقط الفيروس. سو مشان هيك ممكن الشركات تنجبر انه تدفع اجور مرتفعه اكثر، وهذا ممكن ان يؤثر على متوسط الدخل في الساعه الافريج اورلي ايرلي ايرنينجز، لانه اذا انجبروا يدفعوا اكثر هذا ممكن يكون عنده تداعيات كبيره على التضخم. سو مشان هيك التركيز كبير على هذا الريبورت، ومثل ما عم بتقول انه ممكن الانديكيتر ما يكون هالقد كلير للجميع. طيب خلينا نحكي شوي انا وياك، بما انه يعني هاي ان كان ارقام الوظائف وان كان التضخم ده تاثر اكيد على الاستراتيجي للبنوك المركزيه. محافظ بنك انجلترا اليوم بتصريحات على ما يبدو انه غير مستعجل انه يرفع معدلات الفائده، بامريكا عم نسمع نفس تقريبا النفس اللي هو استمرار التسييل والتحفيز وعدم الاستعجال، ربما انه ان كان تضخم عالي بيقولوا لك هذا تضخم مؤقت قد يكون، وان كانت الريكفري بيقولوا لك هذا الريكفري هشي. كيف بتشوف توجه البنوك المركزيه العالميه خلال المرحله القادمه؟ مظبوط انه البنوك المركزيه بشكل عام يعني بالاقتصادات الكبيره سواء بالولايات المتحده ولا بالمملكه المتحده ولا حتى باوروبا، يعني الاي سي بي كلهم بعدهم عندهم يعني موقف الحمائم، يعني بعدهم دوفيش نوعا ما. ولانه ليش؟ لانه مع انه في مثل ما اشرت له لبنى في خطر مظبوط من التضخم، نحن من يعني بنعتبر انه كمان التضخم مرحله، بس حتى لو مرحله ممكن يضايم يعني لعده شهور وممكن له تداعيات سلبيه على الاقتصاد. سو البنوك المركزيه رح تنجبر بك يمكن يعني ان تنجبر ان تتدخل بعد فتره معينه، بس كثير منتبهين يعني على تصرفات، لانه لحديت هلا ما عملوا يعني بشكل عام كانوا ادارتهم يعني للازمه جيده جدا، ما بدهم يعملوا شيء بنسميه بوليسي ميستيكس، لانه اذا دخلوا بطريقه سريعه جدا هذا ممكن ان يؤثر على التعافي الاقتصادي، علما انه اليوم بعدنا بوضع
يعني مع انه في تحسن بالمؤشرات الاقتصاديه عالميا، بس بعد في اليوم يعني مع الدلتا فيرينت، مع اللي شفناه مثلا باوروبا في كذا بلد انفتحوا ورجعوا جبروا يعملوا عمليات اغلاق سكروا، وبعد الوضع اليوم منه بدون ينطروا يعني المؤشرات الاقتصاديه لتبين مؤشرات أكثر. العمل لا تبين اكثر قبل ما يتدخلوا، يعني حتى تصريحات بوريس جونسون اليوم اللي بيقول انه ب 19 يوليو راح يكون في فتح ل او انهاء ربما الاجراءات الاحترازيه، ضل يعني في كانه بتحسوا انه بعد منه فاينل الديسيجن، وقد يكون هناك رفع لاجراءات وغيرها لا. فايضا كما يعني مثل ما عم بتقول الصوره مش كتير واضحه. خليني احكي انا وياك ستوكس اليوم عم نشوف ارقام قياسيه اكيد لاوروبا، ارتفاعات بالولايات المتحده الامريكيه، مين بتفضل هلا بمحفظتك امريكا او اوروبا؟ ولا افضل اليوم اوروبا، لانه اذا بس بالنسبه للولايات المتحده اللي عم نشوفه اليوم انه التعافي يعني ريكفري التعافي انتهى، يعني صار في الفي شيب اللي كنا عم نحكي عنه بالماضي صار اليوم فتنا بفتره مثل ما بيقولوا تفشي الاكسبنشن يعني التوسع بالاحرى، بينما باوروبا بعد في دائما في فتره زمنيه يعني في تايم لاج بين اوروبا وبين امريكا، واللي عم نشوفه انه باوروبا اليوم التعافي بعد ما انتهى. شو له هيدا يعني تداعيات على اسواق الاسهم بشكل عام؟ دائما يعني بامريكا اللي صار انه هذه كل الاخبار الجيده اوريدي انعكست بالاسهم بينما بتقييمات الاسهم، بينما باوروبا بعد لليوم في صار في تعافي اكيد صار اداء يعني اسواق اوروبيه من اول العام لليوم كان جيد، بس بعده منخفض اكثر من الاداء يعني خاصه اذا بنقارن من ابريل العام الماضي عندما ابتدات السياسه التحفيزيه لليوم، اداء الاسهم الاوروبيه تقريبا 20% اقل من اداء الاسهم الامريكيه. سو مش هيك بنعتبر باوروبا، يعني انت بتعتبر انه في شيء الايكونوميك ريكفري اللي صارت بامريكا انعكست فورا على اسواق الاسهم؟ نعم. فينا نقول يو شيب ربما باوروبا، شو الشيب اللي بتشوفه بتعافي اوروبا اللي لسه ما انعكس باسهمها وبيخليك تتوقع انه يعني ربما الجروث رح يكون اعلى هناك؟ اذا فينا ناخذ يعني فينا نقول يو شيب، بس هي الفكره وين؟ انه في تفاوت اكثر باوروبا، بامريكا كانت الريكفري يعني بكل الولايات نوعا ما متزامنه نوعا ما، بينما باوروبا اللي عم نشوف انه في تفاوت بين بلدان والثانيه، مثلا مثل ما شلت قالوا بانجلترا طولوا اكثر بعمليات الاغلاق من غيرهم، يعني الانتقائيه بالاحرى مهمه كثير باوروبا اليوم، والتمييز بين البلدان صح. والاقتصادات والشركات وما تنسى كمان فادي القرار المركزي بامريكا اللي فورا بيتاخذ بينما باوروبا بياخذ وقت اطول، دائما هذا بياثر، يعني حتى ايام 2008 شفنا نفس الشيء بيصير، يعني وكان الريسبونس اللي صار من كسياسات نقديه وماليه كانت يعني ابطا بكثير من امريكا، وعم نشوفها هلا كمان. انا خلص وقتي وحديثي ما خلص معك فادي، انا اشكرك المدير التنفيذي لبنك مونتريال بالشرق الاوسط وشمال افريقيا فادي خوري، شكرا جزيلا لك. شكرا لك كمان.